أنه يوم مدرسي فرح بلش اليوم وحضر لونش بوكس لابني، فبحط كميات قليلة من الأكل بس أنواع كتيرة مشان يتشجع على الأكل لأنه شوي أكله قليل صاير. وكمان بالمدرسة في عنده 3 فرص أو 3 استراحات، فممكن الطفل يجوع بما أنه دوام طويل فلازم يكون في معه أكل كافي. وأنا بتعرفوني بحب أبعد كل الأكل من البيت، فوصلت وهلأ بدي أرجع على البيت. في عندي اليوم شوية قصص، بس أول شي نعمله بدنا نشرب قهوة. صار لي يمكن من أول هذا الأسبوع ماني عم بشرب قهوة الصبح لأن دايماً عم بيكون في عندي كتير شغل، فعم أجل لبعد الظهر. فبدي هلأ أعمل قهوة، وبدي كمان حط جنبها شوكولا. هاي الشوكولا بتجي كتير طيبة ومرة وما فيها سكر أبداً، كتير بتعجبني. وفيكم أنتوا كمان تشتروا منها، منيح للصبايا اللي عم يعملوا دايت كتير، بتلاقوها بكل المولات يمكن، وعلى فكرة سعرها كتير رخيص بنصحكم فيها. بالمناسبة انصحونا بنوعية قهوة طيبة، كل ما اشتري قهوة تاني مرة او تالت مرة بتصير بتجي مضروبة، ما بعرف شو السبب. فاذا بتعرفوا نوعية قهوة اصلية وبتجي دايما طيبة واهم شي يكون فيها هيل، اكتبوا لي بالتعليقات وانا رح جربها على نصيحتكم. الجلاية لازم عبيها ملح، بس ما بدي ننظفها اليوم، فبس رح عبيها ملح وانتقل لباقي تنظيفات البيت لان اليوم في عندي كتير شغلات بالبيت. اول شي بدي كنس، هي اهم شغلة مشان اشيل كل الغبرة من الارض. بهالفترة على قد ما صار مطر ويرجع يصير شمس وهواء، فحراف الشبابيك امتلت غبرة وورق يابس لانه بلش الخريف عنا كمان، فكمان بدي ننظف اطراف الشبابيك. انا بحب ننظفهم بهاي الطريقة بصراحة، بحسهم كتير بينظفوا، وجربوها. اول شي بس بكنسهم بمكنسة الكهرباء وبسحب كل الغبرة منهم، بعدين برش مي عادية بخلي كل هذا الوسخ الناعم يطلع او الوسخ المعلق يطلع، وبعدها بفرشاية بفرك كل الزوايا لحتى تنضف ويقبع كل الوسخ يلي معلق. وبهي الطريقة بينضف كتير وما بياخدوا وقت ابدا ابدا. شوفوا كيف بعدها بصير بيلمع. هاي الطريقة عن جد كتير بنصحكم فيها، بتلم الغبرة بنفس الوقت ما بتحتاج هيك كب مي كتير، وخاصة شفتوا بألمانيا ممنوع كب المي وما في شيء اسمه شطف. بعدها رح اعمل مسحة هيك لغبرة البيت بشكل عام مشان ما تتراكم، لانه شفتوا هون عن جد ما بعرف شو السبب، وصح دايما شتا بس دايما في غبرة وهي مشكلة كل العالم هون. وانا كمان دايما بحب امسح الغبرة بعد كنس وبعدها بمسح هيك مشان الغبرة اللي بتهر على الارض من الممسحة بلمها بالمكنسة وبعدها بمسح، فبضل البيت نظيف. بس كمان في عندي عادة ما بعرف اذا موجودة عند الكل، انه بعد ما امسح البيت بحب كمان اعمل دور تاني بمكنسة الكهرباء مشان اضمن انه ما في يكون غبرة على الارض ابدا. هاي الطريقة بصراحة بحس اكتر شي بتنظف وبتقيم كل الغبرة بالاخير. عندي بقى دبس بندورة انكبت على الكنباية ورح ننظفها بهذا البخاخ، هو كتير ممتاز بينظف البقع من السجاد والكنبايات كمان. هلا الأواعي حسيته ما كتير منيح ما كتير بينفع، بس للسجاد والكنبايات كتير كتير ممتاز. بخيت هلا البقعة كتير منيح، وشفتوا هي مي دبس البندورة بصراحة شوي صعب تطلع خاصة اللي صار هلا كلياته مغشوش، فرح بخ البقعة واتركها شي 10 دقايق. 20 minutes later. هلأ 90% راحت البقعة بس ضل أثر بسيط وعلمت، فكتير نزعجت عليها صراحة. اليوم كلها توصلت في صار تنظيفات مع أنه ما كنت حاطة ببالي هيك، بس بدي ننظف الأبريق. شفتوا قلت لكم كتير بيكلس عندي الأبريق المي السخنة لأنه المي عنا كتير كلسية، فحطيت بس شوي خل أبيض نفسه خل الأكل اللي بخسر فيه الخضرة أو بحطه للسلطة. حطيت هون تقريبا شي شفتوا يعني شي نص كاسة شاي، وهلا بتركه لحتى يغلي. ما بعرف اذا انتو كمان هيك، بس ما بحس حالي خلصت التنظيف اذا ما عملت تبخير للبيت. لازمني شوية خضار وفواكه للبيت، فطلعت على الماركت القريب من البيت، وكمان بدنا نشتري حليب. بدنا نروح على مزرعة قريبة كتير من البيت نشتري حليب ونرجع. وهذا واحد من الاماكن اللي بتمنى انه يكون موجود منه بكل الدول العربية، لأن المكان هذا بيعتمد على أنكم تفوتوا تشتروا اللي بدكم إياه، إن كان أكل مواد غذائية أو حليب. وفيكم كمان تطعموا البقرات على فكرة، أو تشتروا خضار وفواكه أو مواد غذائية. مثل ما شايفين ما في أي حدا يحرس هذا المكان، بعدها أنتم بتدفعوا لحالكم قيمة الأغراض اللي أخذتوها وبتمشوا.
وما بخبي عليكم بصراحة الموضوع هذا أنا كتير فخورة فيه، لأنه هذا الموضوع تاخد من ثقافتنا الإسلامية ومن ديننا الإسلامي، فالموضوع فعلا كتير حلو أنه الغرب متعلمين منا هاي القصص هايدي. اجيت على ليدل، ما بعرف ليش بحب أخذ غراضي كلاتة من ليدل، في عنده كل شي، لأنه ومثل ما خبرتكم بس بدي أخذ خضار وفواكه، وبعدها رح أرجع البيت لأنه في عندي قصة شوية شغلات لازم خلصها. رجعت على البيت، في اليوم بدي اعمل نوع كبة كتير كتير طيب وكتير سهل، ومو كل المحافظات السورية بتعرفها. الكبة اسمها المسيلوقات، كتير طيبة. اول شي بدي انقع البرغل، رح اضيف عليه شوية ملح وغطيه لحتى تنفش الحبة، وبالمقلاية رح احمص شوية لحمة، وكمان رح اضيف عليها بعدين بس تستوي شوية بصل. للتتبيلة بدي شي 4 بصلات، وكمان بدي ملح وفلفل وبس، ما بدها كتير بهارات، وبيكفي انكم تحمصوها شوي زيادة لحتى هيك اللحمة تاخد طعمها على السوا. مكسرات فيكن تختاروا اي نوع بدكم اياه، انا اخترت اللوز المفروم، بس ضروري نوع المكسرات اللي تختاروا. على فكرة فيكن تشيلوا كمان عادي، بس نوع المكسرات اللي رح تختاروا يفضل يكون مفروم ناعم افضل، مشان ما تطلع الحبة كبيرة كتير ومزعجة بقلب حبة الكبة او تفزر الكبة، يعني عرفتوا شو قصدي. ما للكبة على طريقة حماتي ما بحط طحين ابدا ابدا، بستبدلها برغيف خبز بتشتشه بشوية مي، وبعدها بضيف الخبزة للبرغل، وفيكم كمان تستبدلوها بشوية هبرة حسب المتوفر عندكم. وبعدها رح ضيف شوية ملح، وكمان فلفلة ناعمة بس ما رح كتر منها، لأنه مو طبيعية الفلفلة التركية قديش حدة. يعني أول شغلة بدي أعملها بس انزل على تركيا هو أنه أشتري بهارات من عندهم على قد ما أنا طيبة، بس هون بتجي كل بهاراتهم مغشوشة. بدي دير الكبة على الماكينة تقريبا دورين. هاي الكبة حلاوتها فيكن تعملوها كمان بدون ماكينة، يعني انتكن تدعكوها على الايد، بس اذا متوفر الماكينة يعني ليش التعب. فرح ادعكها او ديرها على الماكينة دورين مشان تطلع كتير كتير ناعمة، وجربوها بهي الطريقة عن جد كتير طيبة. هبلش كبكب الكبة، بس اول شي بدي ادعكها بشوية مي، يعني كل قطعة صغيرة بدعكها بشوية مي، وبلت ايدي بشوية مي، وشلحت الكفوف لانه صار الكبة تلزق على الكفوف وصار كتير كتير بصعوبة انه اتحكم بالكبة. يعني مثل ما قلت لكم الحجم فيكم انتو تتحكموا فيه، بس لازم تجربوا هاي الكبة لانيتها كتير كتير طيبة. هلأ في عالم بس بتسلقها، تمام؟ يعني بعد ما تسووا الكبة بتتركوها لتنشف شوي، وبعدها بتسلقوها بس بمي وملح. وفي عالم بتحب تقليها، انا بصراحة بحب اقليها، مع اني تسلق اطيب بكتير صراحة. الكبة هيك صارت جاهزة، ما كتير كترت الكمية، بس رح شغل هلأ القلاية ورح حطها على حرارة شوي مرتفعة مشان ما تفرط الكبة على الزيت البارد. في نظام ان بهي القلاية لما بتوصل لدرجة الحرارة اللي انت حاططيها بتفصل، فلهالسبب القلي او الشغلات اللي عم بقليها بتضل لونها واحد وما بتلدع او بتحترق ابدا، فهي الشغلة كتير كتير عاجبتني، تعتبر من مميزات هاي القلاية. ولصوص الكبة بدي اول شي كتير 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 توم، تقريبا انا قشرت شي راس كامل توم، بدي اطحنه كتير كتير منيح. ما فيكن تستغنوا عن التوم للأسف لانه هو كتير اساسي فيها.
بس فيكن تستبدلوا انو تعملوا نص كمية التوم بصل، وبهالطريقة بتطلع اخف. هاي للناس اللي ما بتحب التوم كتير. مان هاي الفرامة صحي كتير صغيرة، بس كتير بتعجبني لفرم البصل على السريع او لفرم التوم على السريع. اخدتها يمكن من شي سنة من ناتو، بس كتير كتير عجبتني، وسعرها على فكرة كمان كان كتير رخيص، فاذا شفتوها كمان خدوها فورا. وتعالوا هلأ نبلش بتتبيلة الكبة. اول شي بدي زيت زيتون حصرا، بعدها بتفضوا التوم يلي فرمتو وقلبوا التوم بس لحتى تطلع ريحة التوم، ما بدي التوم لا يتحمر ولا ياخد لون. بعدها بتضيفوا معلقة دبس فلفلة تكون كبيرة، وانا حطيت دبس فلفلة حلو. مو نصيحة انكم تحطوا دبس فلفلة حد، لاني هاي الكبة شوي تقيلة وشوي حامية على المعدة يعني. عادي روبالكم انا نبهتكم ما تحطوا دبس فلفلة حد، رح تنزعجوا منه وتحسوا انه ما طيبة. وكمان بعد مع الزيت ودبس الفلفلة ينطبخوا مع بعض على السوا ويبلشوا يغلوا، وتلاحظوا انه ريحة الفلفلة طلعت، لازم وقتها تضيفوا شوية دبس رمان. هلا يفضل انه يكون دبس الرمان اصلي، بصراحة بتطلع كتير كتير طيبة، بس هون مع الاسف تعرفوا انه ما في هيك شغلات اصلية يعني من ريحة بلادنا، ما في غير شغلات نوعا ما تعتبر مغشوشة. فانا استخدمت هذا دبس دبس الرمان، يعتبر اظرف نوع دبس رمان موجود بالسوق. كمان رح اقلبهم كتير كتير منيح لحتى هيك ياخدوا هذا اللون. ولو انتم عم تستخدموا دبس رمان اصلي بصراحة ما كان غمق لونه، بس لان دبس الرمان فيه صبغة فهي غمق لونه. وضيفوا شوية كزبرة معلقة واحدة بتكفي، بس لازم تكون يابسة، واتركوها لحتى تبرد. وتعالوا بهذا الوقت نعمل عيران. العيران كمان كتير طيب جنبها، ما في داعي تحطوا له توم لانه الكبة اساسا فيها كتير كمية توم كبيرة. بأي صحن يكون بينحط فيه صلصة، رتبوا الكبة بالشكل اللي بدكن اياه. وعلى فكرة هاي الكبة كتير طيبة بالعزايم، وطيبة كمان باردة. قصة كل ما كانت هاي الكبة باردة كل ما بتطلع أطيب. وكمان فيكن تعملوها هيك بجمعات صبايا، أو مثلا تاخدوها معكن عسيران كمان بتطلع كتير طيبة. بس لازم تجربوها لأنها بتجنن عاد مو طيبة. بعد ما هيك صفيناهم بالصحن، فوق كل قطعة كبة بتحطوا هيك شوي من الصوص يعني حتى تتشرب الصوص كلياته. وهي هاي الكبة تعتبر من النوع الحامض شوي، لهيك قلت لكم اللبن بيطلع كتير طيب جنبها. الحمد لله على النعمة. وأنا كان في عندي فاصولية يابسة من امبارح، بنزلكم طريقتها بالفيديو الجاي إن شاء الله، بس طلعت كتير كتير طيبة. كمان طبختها بطريقة جديدة. هذا كان الغداء اليوم الحمد لله على النعمة. جربوا هاي طريقة الكبة، وإذا عجبتكم خبروني. شوي عم غيب عنكم بهاي الفترة لأنه مثل ما بتعرفوا صار في عنا طالب مدرسة بالبيت، ومحتاج وقت أكتر لحتى تأسسوا صح. ونظام مدارس هون شوي عم يكون مختلف على اللي تعودنا عليه بسوريا، لأنه هون من الأول للرابع حسب ما عرفنا أنه بتنجمع العلامات سوا، وبعد 4 سنين بتتقسم هاي العلامات، يعني مشاركات الطفل بالمدرسة ومذاكراته ووظائفه كلياتها بتنجمع هاي العلامات، بتتقسم على هالأساس بيتحدد مستقبل الطفل، إن كان رح يدخل جامعة أو حرفي أو كمان بس معاهد. فلهيك الموضوع فعلا محتاج تركيز كتير كبير وانتباه كتير كبير، فأنتوا كمان إذا ما كنتوا بتعرفوا هاي النقطة انتبهولها لو سمحتوا. خلص اليوم وإجوا لعنا ضيوف وشربنا قهوة، وهذا النوع من الراحة كتير كتير طيب، فيها مسكة وطعمة المسكة كتير كتير واضحة. وهذا كان الفيديو اليوم، بتمنى تكونوا حبيتوا وجربوا الكبة، واكتبوا لي رأيكم فيها وبعتوا لي تجاربكم على الانستغرام. اتضلوا بخير، بشوفكم فيديوهات جديدة. ديروا بالكم على حالكم، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة تبعتوها لرفقاتكم، ولا تنسوا كمان لايك تحت وكومنتاتكم الحلوة ناطرتها أنا.